السلام عليكم. اليوم نروح نشوفه المشروع نتاع حديقة عامة فيها عدة مرافق. انطلقت الأشغال به اليوم في منطقة الأعمال بباب الزوار، يقع هنا في هذه المنطقة، وهذا هو المساحة. نروح نشوف المساحة المخصصة لهذا المشروع، وان بارك اوربان. اذا هذا هو المساحة مخصصة لهذا الحديقة العمومية. هنا هذه هي، اذا هذه هي المساحة اللي نشوفوه كبيرة. ونزيد نشوف الطول نتاعها، نتاع المساحة هذه هي فيها 600 متر على 250 متر. إذن هذا هو المشروع نتاع الحديقة، بارك أوربان كما يسمى، الحديقة الحضارية نتاع باب الزوار التي طلقت الأشغال بها البارحة، واللي نشوفها هنايا. هذا هو المركز التجاري نتاع باب الزوار، وهنا نشوف الجهة هذه فندق ماريوت هنا. إذا هذا هو المشروع اللي سوف بالأكيد المؤكد سوف يكون متنفس هام جدا بالنسبة لهذه المنطقة التي تفتقد إلى مثل هذه المرافق، واللي يجي في مكان استراتيجي، يعني في وسط حي الأعمال نتاع باب الزوار هنا. إذا هذا هو حي الأعمال، وهنا نشوف منطقة تاع باب الزوار كلها يعني خالية من مثل هذه المرافق، يعني مساحات خضراء. ومن الجهة هذه الجنوبية من هنا نشوف خط السكة الحديدية والمنطقة الصناعية. في الأخير نخليكم تشوفوا الصور الأخيرة لهذا المشروع التي تم انطلاقه كما قلنا البارحة طرف والي ولاية الجزائر العاصمة. وأترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم.